طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه المحاضرة من محاضرات دبلوم الرد على الشبهات. وأنا في البداية أنتهز الفرصة لأشكر، عليكم السلام، لأشكر جمعية سفير الدكتور ياسر عبد التواب والإخوة جميعا على المجهود الكبير الذي يبذلونه في النشر الوعي الثقافي في كل الثقافة، في كل فروع الثقافة الإسلامية. وبشكر الإخوة الحضور على، طبعا اليوم يوم الحضور فيه شق، وأنا حاولت أتهرب بصراحة بس ما قدرتش يعني. فأنا بشكركم جميعا، ربنا يديك الصحة يا رب، لأن طبعا الحضور في مثل هذا اليوم الممطر، وأنا جاي من بعيد من إسنيورتي، فالجو صعب جدا يعني. ربنا يديك الصحة، وأنا بشكركم طبعا، وعسى أن لا يكون أن تكون ساعات مفيدة وليست ضائعة إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا، وربنا يتقبل. طيب، انا هبدأ مباشرة يعني. في شوية حاجات كده لابد نعملها في الاول او نقولها في الاول. انا هتكلم في الاقتصاد، وانا استاذ اقتصاد من البداية يعني، ومش عارف هو في جزء تعريفي كده بالمحاضر ولا لا. وانا بكالوريوس قديم قوي يعني، من سنة 97، اتعينت في الجامعة سنة 98، خدت ماجستير 2002، دكتوراه 2008، استاذ مشارك 2015 دي كانت عندي سنه حافله يعني، لاني خدت فيها استاذ مشارك اللي هي قبل الفور بروفيسور بدرجه، واخدت فيها ليسانس حقوق، تمام، ليسانس قانون من جامعه مصريه، من جامعه عين شمس، وخرجت فيها من مصر، كله في بعضه كده يعني. فهي كانت سنه حافله تماما يعني. وثم بعد ذلك حصلت على الفول بروفيسور اللي هي الاستاذيه الكامله سنه 2020. الحمد لله ليا اكتر من ابحاث كثيره يعني، اعتقد انها ممكن الان عدت ال 35 بحث، اضافه الى بعض الكتب، اعتقد 3 4 منهم، واحد بس اللي عندي النسخ منه والباقي في مصر للاسف. فعايز اقول ايه بقى من الملخص ده، ان انا بتاع اقتصاد يعني، ملخص، تمام. والاقتصاد، تمام، بيشيع عنه وليس حقيقه انه علم غلس وصعب الفهم، وبالتالي تلقيه حتى احنا كلنا بنهرب من الاغواط، بنتفرج على الجماعه اللي بيجروا في النشره دول، عارفينهم اللي بيجروا في النشره دول وعمال يتنططوا على لوح وارقام بتطلع وتنزل ومش فاهمين اي حاجه، و او في ذلك الاطار برضك جماعه كده بيتكلموا كلام بمصطلحات احنا مش عارفين هم بيقولوا ايه. بس للاسف في النهايه، رغم ان الكلام ده كله يعني انا معترف بيه، بس في النهايه احنا يؤثر علينا الاقتصاد في كل شيء، في كل شيء بلا استثناء. وما كان يهمل سابقا على انه رفاهيه من مصطلحات، اصبح يدرس بعنايه حاليا لانه يؤثر في الميزانيه بتاعت البيت. فاصبحنا الان كلنا عارفين مصطلح التضخم، وكلنا عارفين مستنيين رفع سعر الفائده اللي بيحصل في تركيا وهكذا، تمام. كل ده مصطلحات اقتصاديه كنا بنعرف او كنا نرى او نظن انها من رفاهية القول في ايام سابقة، ولكن فوجئنا ان احنا كلنا كده، او الكوكب كله بالمناسبة مش احنا بس، كلنا فجأة نسير في هذا الركب. لازم نفهم اقتصاد وإلا مش عارفين اللي بيحصل، وان الامر يتخطى موضوع رجال الاعمال الذي يتنبأوا يجب ان يتنبأوا بما يمكن ان يحدث في المستقبل عشان يحافظوا على اموالهم، الى الناس الغلابة اللي زي حالتنا اللي بيحافظوا على ميزانية الاسرة عشان تكفي لغاية اخر الشهر، تمام. هذا هو الموضوع. فالموضوع الاقتصادي هو ليس بالصعب على الاطلاق، واحنا هنحاول ان نبسط المفاهيم ما امكن، تمام. ويعني هو في النهايه علم، وعلم الاقتصاد البعض يقسمه الى 10 افرع، 10 برانشز يعني، والبعض يقسمه الى 11 فرع، يعني مش علم له فرع او اثنين فقط، فله علم، وكل علم له مصطلحاته ومفاهيمه واسسه. وهذا العلم المفاهيم بتاعته في 11 فرع، يعني مش ممكن نجمعها في قاعده كده ولا قاعدتين ولا بتاع. يعني على سبيل المثال، لما حضرتك بتخش كليه اداره الاعمال او كليه القانون بالمناسبه، تمام، او كليه سياسه، فبناخد في سنه اولى مثلا اقتصاد جزئي، فالاقتصاد الجزئي بناخد 4 ساعات في الاسبوع ترم، 4 ساعات في الاسبوع لمده ترم كامل 12 اسبوع، فاربع ساعات ب 48 ساعه يعني، تمام، 48 ساعه دراسيه في برانش من برانشات اسمه اقتصاد جزئي. انا لما بطلع ماجستير بديهم ادفانسد ايكونوميك يعني، تمام، مايكرو ايكونوميك اللي هو اقتصاد جزئي انا بس عايز اقول لكم ازاي ان هو كتير يعني، شو حاجات كتير كده، مفاهيم كتير. ك
الكلام ده مش معنى ذلك ان هو صعب، ولكن هو محتاج دراسه، واحنا مش هنبقى متخصصين في النهايه. طيب انا قبل ما ابدا، هو ايه احنا بنتكلم في ايه اصلا؟ بتوع الاقتصاد دول بيتكلموا في ايه؟ وبيتكلموا من انهي منظور؟ لان المنظور موضوع في منتهى الاهميه، المفاهيم والمنظور اللي حضرتك بتتكلم من خلاله. للاسف كل ما نتكلم فيه نحن الان هو اقتصاد راسمالي. الغالب بقى زي ابن خلدون ما قال يعني، تمام؟ المغلوب مولع بتقليد الايه؟ الغالب من الاخر، تمام؟ فاحنا مغلوبين، او الكوكب كله مغلوب يعني لصالح الراسماليه، فاحنا مولعين بتقليد الغالب. وان جيت الحقيقه الامر، وهذا هو موضوعنا تماما، تخطى موضوع الولع بالتقليد. موضوع ما عادش تقليد. الموضوع بقى اصعب من التقليد حبتين. ليه؟ الرأسمالية دي اصلها حكاية هقول لحضراتكم عليها دلوقتي، بس في نهاية الحكاية دي، تمام، قدرت تطلع شوية أزرع كده، شوية أزرع ثقيلة، عارفين الناس المعضلات كبيرة قوي دي وبتاع، أفشل العالم كله، معلش هقول بالعامية المصرية، ماسكة العالم كله من دماغه يعني، عبر هذه الأزرع. الرأسمالية كده في النهاية يعني، فطلعت شوية أزرع سياسية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والكلام ده، تمام، وشوية أزرع اقتصادية بقى، بنك وصندوق، بنك دولي وصندوق نقد دولي، وشوية حاجات كده، ومنظمة التجارة العالمية وهكذا. فهم قعدوا يشتغلوا مع نفسهم 500 سنة لغاية ما وصلنا للشكل اللي حضرتك اللي بنسميه احنا بكلمة واحدة بس، الهيمنة. تمام؟ قدروا يهيمنوا علينا ازاي؟ ماسكنا من دماغنا كده ازاي؟ تمام؟ عن طريق هذه الأزرع. تيجي تفلت، تمام؟ وهذا او هذه نقطه في منتهى الاهميه من نقاط التحليل الاقتصادي. وانت بتاخد قرار، تمام، وانت تنتقد فلان اللي على وكان ماشي، مش بدون ذكر اسماء، اللي كان ماشي في سعر الفايده عمال ينزل وبعدين طلع، لازم تاخد بالك ان في ناس ثانيه عندها ذراع ثقيله، فيها عضله كبيره كده، تمام، بتدي كده، وقد تكون ضربه قاضيه. فلا بد وان مش البنك الدولي بس، لا، في منظمات اقوى من ذلك. البنك الدولي هو اداه من الادوات، في ادوات، في ناس متحكمه اكثر من ذلك. اقول لك بقى الحكايه ايه، وهم وصلوا بينا لكده لفين، والسياسات اللي قدام حضرتك بعنوان مش عارف يا زهر ولا سياسات الافقار وتداعياتها على الامم والمجتمعات، ده عنوان الموضوع اللي هنتكلم فيه الست ساعات بتوعنا دول. احنا وصلنا لليله دي كلها ازاي؟ كل الفرح ده، تمام، انا بس بكلم العاميه، ازاي وصلنا للموضوع ده؟ الموضوع ده ببساطه ان كان اوروبا في القرن، في القرن اللي بيسموها عصور الظلام دي. فعصور الظلام في اوروبا، وده بالمناسبه موضوعات، احنا عندنا التاريخ نوعين، التاريخ في اي علم نوعين، تاريخ للفكر وتاريخ للاحداث. والاحداث دي ممكن تكون قرارات، ممكن تكون حادثه، ممكن قانون طلع، تمام، مجاعة حصل كده يعني. ففي تاريخ فكر اقتصادي، تمام، ان الجماعة قعدوا يعملوا نظريات، وفي نظريات كذا طلعت وهكذا، ده اسمه تاريخ فكر. وفي اسمه تاريخ اقتصادي بس، في تاريخ اقتصادي بس، اللي بقوله ده اسمه تاريخ اقتصادي، تاريخ اقتصادي بس. خلي بال حضراتكم ان تاريخ الفكر وتاريخ الاقتصاد بيخدموا على بعض، فبينشؤوا ما يسمى، ما يمكن ان نسميه مجازا كده، ما بين علامتي تنصيص، بالنظريات الاستعماريه. وفي نظريه استعماريه يعني، لما يقعدوا يقولوا لنا ادم سميث وكنز والناس الكبيره قوي دي، تمام، وفريدمان اللي وجع دماغنا دلوقتي ده استعماري، استعماري، تمام، وكان جده مين، هنقول دلوقتي بدايه جده من الاول يعني، هو ده طلع معانا ازاي لغايه يعني صندوق النقد والبنك دول لهم جذور، بس جذور كانت بتشتغل في شكل فردي حتى تحولت الى الشكل المؤسسي. طيب ما هي هذه الجذور؟ تمام، ببساطه الناس دي كانت عايشه في عصور الظلام، ايام الصحوه الاسلاميه، ايام طبعا الخلافه والرسول صلى الله عليه وسلم، من القرن الخامس للقرن العاشر وال11 وال12 بدا، وكان المهيمن عليهم الكنيسه. ولذلك كان يعني، حتى لو بتشوفوا في الافلام القديمه بتاعتنا كلها، ما كانش في حاجه اسمها دوله يعني، الدوله القوميه دي لم تكن ظهرت، تمام، وانما كان هناك مجموعه من الاقطاعيات. والاقطاعيه ديت انا بنظر اليها من منظور اقتصادي وليس سياسي، يعني الجماعه بتوع السياسه اتكلموا في حاجات ثانيه، تمام. الاقطاعيه دي كانت عباره عن مكان مقفول كده بسور،
وفي كل حاجة من جوه. هو صاحب الإقطاعية، هو الحاكم السياسي، هو الحاكم الاقتصادي، هو اللي بيفرض الضرائب، هو اللي بيجيش الجيوش، هو اللي وهو صاحب الناس، يعني هو الذي يملك هؤلاء العبيد. ولذلك كانوا بيسموهم عصور قن الأرض أو أقنان الأرض، عبيد الأرض. دول كانوا بيعيشوا بلقمتهم يعني باللفظ العامي، كانوا بيدوهم فلوس ونعيش وناكل ويموتوا بعد كده وخلاص. أقصى ما كان يمسك، لم يكن لهم أي حقوق على الإطلاق. لما السيد يتفضل عليه تمام يسمح له انه يتجوز كده، يعني يسمح له يكون له بيت كده، يدي له حته ارض ويشاركه على المحصول بتاعت السيد برضه، خلي بالك تمام، مش بتاعت الراجل. الناس دي تلاقيها عايشه كده كتير، يجي 5 6 قرون كده ولا حاجه، 600 700 سنه كده. اصل احنا مستعجلين برضك نتائج الثورات وبتاع، الناس دي قاعده تكافح يعني. طبعا الكنيسه، انا بقول لحضرتك انا هتكلم من حته الاقتصاد. الكنيسه بالمناسبه كان لها دور اقتصادي، لانها كانت بتملك تلت الارض تقريبا في كل الاقطاعيات اللي كانت موجوده في فرنسا، او ما سمي الان بفرنسا والمانيا وكل اوروبا يعني. فالكنيسه كان لها دور اقتصادي، ولذلك حتى الافكار الكنسيه الدينيه كانت بتخدم هذا الدور، مش بس الافكار النظريه اللي هي تاريخ الفكر، وانما ايضا تاريخ الديني نفسه. ليه بقى؟ لانه كان عايز يهيمن. فيهيمن ازاي؟ يعني مثلا الافكار الكنسيه التي كانت سائده في هذا الوقت، كان يقول لحضرتك ايه؟ التاجر يتاجر مع الشيطان، خطه واحده كده، التاجر وليس الربا. فانت تتعجبي قوي، الجماعه دول كانوا من 5 قرون بس يقول لك التاجر يتاجر مع الشيطان، ازاي حولوا الربا الى حلال؟ انت متخيله حضرتك النطه دي اللي احنا قفزناها؟ الربا بقى حلال ازاي؟ فدي قصه طويله بقى في النص. تمام، نبدا بس معاها واحده واحده. الجماعه دول عايشين في اقطاعيه، والاقطاعيه دي مقفوله عليهم وما لهمش اي حقوق، تمام، وبالتالي مش لاقيين ياكلوا، فحتى كانوا بيموتوا وبيجندوهم وكل اللي كنا بنشوفه في الافلام زمان ده. فبدا الناس تهاجر او تريد ان تهرب، تمام، تفر يعني. فيفروا يروحوا فين؟ البلد اصلا ما فيهاش الا حاجه اسمها الاقطاعيه اللي انا بحكي لكم عليها، وحاجه اسمها المدينه. المدينه ديت عبارة عن مكان صغير كده مسيطر عليه ناس تانيين اسمهم الطوائف الحرفية، البنايين والنقاشين والمش عارف ايه وحاجات زي كده، تمام. فالطوائف دي كان لها قوانين صارمة، محدش يقدر يتخش عندهم، ودي كان من حظ العبيد يعني. فكان العبد اللي يهرب ما يلاقيش شغل، يموت من جوع، لانه ما كانش بيقدر يخترق هذه الطائفة الحرفية، لان الطائفة لها قوانين، وهم كانوا بيحاولوا يحافظوا على مستوى المعيشة بتاعهم. هم كانوا بيقولوا كده يعني، ان طبعا لو تخيلت ان الصيادين كتروا قوي فالاجر هيقل، طبعا ده طبيعي. فهو كان بيحاول انه ما يدخلش صياد جديد عشان خاطر يحافظ على مستوى معيشه الصيادين اللي موجود وهكذا. فلما بدا العبيد يهربوا بداوا يفكروا في افكار تمام جديده بقى، عايز رائد اعمال يعني بالمصطلح بتاعنا دلوقتي. فيعمل ايه؟ قال لك احنا نشتري شويه ماده خام المدينه اللي هي البدائيه البسيطه قوي، ولو رحنا لحد هنا مش هنقدر نشغله، لان التانيين واقفين اللي بالعصايه بتوع الطوائف دول. طب نروح لمين؟ للعبيد اللي ما يقدروش يهربوا منهم. اولا نديهم اي فلوس هيفرحوا، لان بقى ايه اول مره يبقى له دخل في حياته ومرتب وصناعه وتاخد فلوس، ومنهم انا هكسب وبيع في سوق المدينه اللي هو صغير قد كده. جماعه دول تنوم يكبروا تمام ويكونوا في ثروات. فلما كونوا في ثروات، هو مين عدوهم الاول؟ مش عدوهم، انسى حكايه العدو السياسي تمام، هو عدوهم الاقتصادي يعني، اللي هو 2. مين؟ صاحب الإقطاعية، لأنه منع عنه العمال تمام، ومنع عنه بعض المادة الخام. والكنيسة اللي مسيطرة على الأرض، لأن تلت الأرض تحت مين؟ تحت الكنيسة. فهم عايزين يهدموا النظام الإقطاعي، دي الفكرة، عايزين يهدموا النظام الإقطاعي. مش عشان خاطر النظام الإقطاعي وحش، هم هربوا ما لهمش علاقة بالموضوع، عشان خاطر يقدروا يسيطروا على الأرض، وعشان خاطر يقدروا بيجيبوا المادة الخام، وعشان خاطر يقدروا يحاولوا ان هم يجيبوا العمال.